السلام. بقى واحد يقول كما يقول لك ما على بالنا بلي ماشي راح نستفادوا منه، ولكن نقول حنا اسم الشعب الجزائري ماهوش حيستفاد منه بصح بلوز او موان. المواد الأولية تكون شوية ناقصة. كما نعرفه بون البترول راهو 60 انتر 66 65 66 دولار، يعني افهم ملي كان 100 ومن بعد حبط ال 40 ومن بعد طلع ال 50 ومن بعد عاود حبط ال 45. دوك الحمد لله راهو مستقر. اي من العام اللي فات مع الاخر تاع العام الى يومنا هذا راهو مستقر في 66 65 80 كان صافي 66. كما يقول لك ان شاء الله يزيد يطلع اونكور بلوس يلحق حتى ل 100 بوكو با. هكذا باش العديان صورتو العديان اللي يقول لك الجزائر بلد فقيرة، احنا الحمد لله اغنياء بالشباب ديالنا اغنياء بالتربية اللي عطاونا والدينا، اغنياء بالكلمة الحلوة اللي نمدوها للناس. إن شاء الله ربي يهدم من جميع واحد يكره الجزائر سواء كان في الخارج ولا في الداخل. إن شاء الله ربي يقطع من جميع يد تتمد للدراهم البترول. من 62 حنا نستناو في لاغافينغي باش يديروا لاغافينغي ويديروا يرافيني البترول وحدهم يبيعوه بلو شير، اور كو السراقين اللي فاتهم 62 حتى 2018 بون كاينين رافين غير راهي تتبنى بصح جوسكا بريزون ما كان عليها والو. على بالنا بلي راهم يبنيو في رافين غي باش البترول هذاك الاسود يرجع اسونس. اسبيرون كو يديروها يكملوها البلويت بوسيبل هكذا باش الجزائر ما تزيدش تخسر دراهم بزاف، وان شاء الله السراقين هادو ما يحبسوا يسرقوا. سي بون سرقتوا بما فيه الكفايه، سرقتوا بما فيه الكفايه، يعني احشموا على ارواحكم. قالك صاحبك الا ولا عسل ما تلحسوش كاع، باسكو هاد المرة والله العظيم غير الشعب الى نادي نوض. مش هنزيد بون على كل حال سيتي جوست بور لو بترول الغاز. الغاز مستقني على كل حال البترول طلع حتى من القدرة الشرائية تعاود تهبط شوية، وكما تعلموا رمضان جاي في يعني في مي جوان يعني الخضرة تكون متوفرة. عندنا الفلاحين بزاف في الجزائر بلاد الفلاحة الجزائر، يعني بربي ان شاء الله كما يقول لك تكون متوفرة وبسعر معقول. هكذا الشعب يقدر ياكل، ماشي كل شعبي يقدر ياكل. كان اللي يقدر يقضي كان ما يقدرش الله غالب عليه، اللي يخلص مليون و 800 مليون و 900 واش راح ياكل مسكين. يوجد دراهم العيد، يوجد دراهم الدخلة، يوجد رمضان راهو شهر كومبلي لازم كما يقول لك يا لو كان يجيبوا
الدجاجة يقسموها على 4 مرات ولا 5 مرات. احنا لي زالجيريان لازم نديرو الوغ الوغ تمر، حليب، شربة، الجواز، سلاد، البوراك، وزودوا لها قلب اللص. يعني لو كان تنقصوا هذيك باغ اكزومبل الجواز هذاك تنقصوه وتخليوه ولا سلاد. انا نخمم عليكم بركه. افا ما على باليش اللي سمعتو لي زايدين في 84، هادي السيرة تكون سمعتوها باسكو خرجت في جونفي. كتر قبل جونفي بصح طبقت في جونفي. على كل حال اللي زايدين في 84 يقدروا يدوا لا كارت ناسيونال. بصح ما هضروا والو على اللي زايدين في 81 و82 و83. بس كي عطاولهم بس كي ما عطاولهم شو ولا غير لحقت الكوطة تاع 1984. اسبيرون لي زايدين ومن بعد هادوك اللي شافوا المجازر تاع التسعينات كان في عمرهم 5 سنين و4 سنين و3 سنين اسبيرون تاني هادوك يكون عندهم الدروة ويشوفوا ويعطيو لهم لاكارت لاكارت ميليتار. السلام عليكم خاوتي. افات في الانجليز عندنا اون غريب، مي اون غريب كارابينيه. اسمها لا في الجزائر، على بالي بلي كاين اون غريب في الجزائر بصح سي وحافظوا على رواحكم باسكو الدواء ماشي حتى لتما. يا سلام عليكم.